أهلا بكم في هذه الحلقة من هنا بيروت. يسقط الشهيد تلو الشهيد في الجنوب اللبناني ويمر على غزة الليالي من الإجرام والليالي الجنونية التي تثبت إجرام إسرائيل سنة وراء سنة. وبالتالي ماذا في المرحلة المقبلة وماذا عن الموقف اللبناني وجهوزية المقاومة اللبنانية لمقاومة إسرائيل؟ وكيف ستكون اللحمة اللبنانية في حال اشتعلت فعليا جبهة الجنوب؟ في هذه الحلقة يسعدني أن أستضيف إمام جامع الإمام علي في بيروت في طريق جديدة الشيخ حسن مرعب. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا ومرحبا. للأسف يعني الليالي عم تمرق على الغزاويين كتير بتوجع، وخصوصا على أطفال غزة. أول شيء بحي اليوم وجودك حضورك لعنا مع الكوفية بما تعني. ماذا أقل واجب؟ الكوفية يمكن هي رمز، ولكن فلسطين في قلوبنا، فلسطين تعيش معنا في كل لحظات حياتنا، بل فلسطين الآن تأكل معنا في صحننا ونحن نأكل ونحن نشرب، وحتى عندما ننام حقيقة هناك يعني صورة قاتمة مأساة، ولكن في نفس الوقت هناك نصر. يعني هذه الصورة يجب أن تتضح. نحن اليوم نعيش نصرا، نصرا مؤزرا، نعيش يوما مجيدا، يوم من أيام الله عز وجل، كان يوم 7 من أكتوبر، هذا اليوم الذي انكسرت فيه هيبة العدو الإسرائيلي وجيش العدو الإسرائيلي الذي كان يتباهى ويتفاخر بأنه جيش لا يقهر. قهروه مجموعة من الشباب الذين يعني حوصروا لعشرات السنين وتحملوا من الأذى والذل والهوام ما لا يتحتمله أحد، ومع ذلك صمدوا وصابروا وجاهدوا، وها هم اليوم منتصرين. حقيقة ما يحصل الآن مع كل المآسي التي نراها في غزة وفي فلسطين هو عبارة عن يعني بحث عن نصر. العدو الإسرائيلي الآن يبحث عن نصر، ولكنه إلى الآن لم ينتصر. نعم. هو فقط الآن اشتهرت آلاته العسكرية، بدل أن تكون الجيش الذي لا يقهر أصبح الجيش المشهور بقتل الأطفال. كمية الأطفال التي قتلها الجيش الإسرائيلي إلى الآن حقيقة يعني هذا يدخل فيها موسوعة جينيتس، 1500 طفل أو أكثر قتلهم العدو الإسرائيلي بسلاحه الغاشم. فبالتالي هو منتصر على الأطفال، منتصر على الأبرياء، منتصر على الذين لا طاقة لهم ولا ناقة لهم ولا جمل. فهو بالتالي إلى الآن لم يستطع أن يحقق نصرا على المجاهدين والمقاومين المرابطين، ولكن يحاول أن يجد نصرا من خلال هذه الجرائم، جرائم يعني الإبادة الجماعية التي يمارسها في غزة باعتقاده بأن هذا نصر، ولكن للأسف هذا هو استمرار في الهزيمة واستمرار في الانكسار، وبإذن الله عز وجل لن يحقق نصرا. وبالمناسبة الشباب في غزة وفي فلسطين بأعلى المستويات من المعنويات والجهوزية، وهن ناطرين وليشرف إذا حب يفوت ليحتى يعمل معركة برية، يا ريت يعمل معركة برية حتى يرى ما لم يره من قبل ولا سمع به من قبل، وستكون هزيمة أشد وأنكى وأنكر من هزيمته في 7 من أكتوبر. رح نحكي عن الغزو البري، وخصوصا أنه صار لنا أسبوع عم نسمع تحضيرات إسرائيلية للدخول إلى غزة بريا، ولكن بعدنا لحد هذه اللحظة ما هذه إحدى الهزائم، هذه هزيمة جديدة. رح نحكي عن أكيد وعن دلالتها، ولكن فضيلة الشيخ تكلمت عن انتصار للمقاومة الفلسطينية والمقاومة ككل. اليوم في بعض من الآراء تقول أي انتصار في ظل قتل الأطفال، 5000 شهيد سقطوا بغزة، وهيدا العدد كل يوم عن يوم عم يتكاثر أكثر، أي انتصار نتحدث وإلى أي نتيجة نريد أن نصل؟ يعني اليوم حماس فاتت على المستعمرات الإسرائيلية صحيح، وسجلت انتصار كتير كبير، ولكن ماذا بعد؟ في البداية خليني أقول شغلي، قول الله عز وجل يقول فيه ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. يعني لابد أن نعلم شيئا مهما جدا، أن الذي يحدث الآن في غزة هناك آلام أيضا تحصل الآن مع العدو الإسرائيلي، وآلام شديدة جدا لم يراها من قبل. الذي حصل في اليوم 7 من أكتوبر حقيقة شيء يعني قد يدرس حتى في الكليات الحربية في الأيام المقبلة. فبالتالي هو نصر، لا شك بأنه نصر، لأنه حالك على شغلة. طيب نحن إذا كنا ساكتين، هيدا واحد مغتصب أرضي وينتهك عرضي وأيضا يريد أن يقتلني، وكل ما بطل راسي بده يقتلني وهو يحاصرني، يمنع عن الطعام والشراب والماء، وحتى لما كان مثل بيقولوا في شيء من الهدوء ما كان هذا الإنسان اللي موجود في غزة يعيش حياة طبيعية، بل كان يعيش حياة الحصار. فبالتالي هذا الرجل اللي في غزة وفي فلسطين ميت. طب ليه بده يموت بالذل وبالهوان؟ بل بالعكس لابد له أن ينتصر وأن يكسر هذا الذي يغتصب أرضه. يعني حتى في مسألة مهمة جدا، اليوم نحن عم نشرع لهذا العدو
عم نشرع له وجوده. يعني أنا حقيقة شو بدي أحكي اليوم، أنا كنت متفاجئ صباحا وكتبت على موقع إكس اللي هو تويتر سابقا، قلت لهم يعني صباحنا تعكر ومسألة تعكر، يعني هذا الكائن المسمى وزير الخارجية اللبناني لما بيقول أن هذا الكيان الصهيوني الغاصب المجرم أنه دولة، وبأن الذين يدافعون عن أرضهم وعن بلادهم وعن أطفالهم ميليشيات. طيب شو بده يحكي الواحد؟ يعني إذا نحن عم نشرع لهذا العدو نشرع له وجود ونعتبره دولة، وهو ليس بدولة، هو كيان غاصب، هو سرطان في جسد ولكن الأمة. هذا صوت بظل مجتمع دولي يقول هيدا الكلام، يعني وتحديدا الغربي. هلأ رح نحكي عن الموقف العربي لأن متميز هالمرحلة الموقف العربي، ولكن هذا صوت بظل أصوات غربية تقول بأنه حماس هي الوجه الآخر لداعش. شوفي حالك على شغلة التراوند، يعني اليوم هذا الوجه الغربي، أنا بس هون هيدا النقطة حقيقة جدا حساسة، هذا الغرب الذي صدع رؤوسنا بحقوق الإنسان وحقوق الحيوان، مش حتى الإنسان حتى حقوق الحيوان. يا أخي هؤلاء الذين يموتون في غزة ليسوا بشرا، هؤلاء الأطفال الذين يقتلون بهذه الآلة العسكرية التي تجرب، آلات عسكرية جديدة تجرب بأهل غزة، طيب يا أخي مش بشر، مش باللحم ودم. يعني هذه الدماء التي تسقط الآن وتسيل هي مياه أم دماء؟ طيب كيف تنظرون إلى هذا الواقع بغض النظر عن هذا الذي حصل في غزة؟ وعلى فكرة اتهامات اتهم بها جماعة المقاومين والمجاهدين في غزة على أنهم قتلوا، ما في وين، أعطونا دلائل على أنهم اغتصبوا النساء وعلى أنهم قتلوا الأطفال، أكذوبة كذبوها ونشروها بين الناس وبدوا الناس تصدقهم، وبعد شوي يحاسبوننا على كذبهم وعلى نفاقهم وخداعهم، وآخر الشيء نحن أصبحنا الظالمين وهم المظلومون. وهذه للأسف كما قلت هي الماكينة الإعلامية التي تشتغل على صعيد الغرب كله. أنا حقيقة البارحة بالليل، وهذا الشيء بدي أقف عنده، يعني استمعت لأحد المحللين السياسيين على إحدى القنوات، فحقيقة قال شغلة كثير مهمة بالنسبة لموضوع أمريكا، وهذا شيء يعني أنا فوجئت فيه، أنه موضوع إحنا بنحكي على موضوع الانتخابات النيابية في لبنان بتكلف مصاري. طلعت الانتخابات في أمريكا سواء كان الكونغرس أو مجلس الشيوخ بكلف قد لبنان على عشرات المرات. يعني تخيلي أنت حتى يعمل واحد نائب بالبرلمان الأمريكي بده يدفع 3 مليون دولار، وإذا كان بالمجلس الشيوخ أكثر وأكثر. مين بيدفع هيدا المبالغ؟ طلع اليهود الذين في أمريكا هم يدفعون 70% من ميزانية الحزب الديمقراطي الذي ينتمي له الآن الرئيس الحالي بايدن، ويدفعون 30% من ميزانية الحزب الجمهوري. المكنة الإعلامية التي تعمل في كل أمريكا يمولها اليهود، فبالتالي هذه الصورة التي نراها اليوم والتي يعمل عليها دفع ثمنها اليهود، ولكن مع ذلك الصورة أصبحت واضحة، هناك ظالم، هناك فاجر، هناك مجرم ينتهك الحرمات، وهناك من يظلم لأنه يدافع عن حقه وعن أرضه وعن بلده. فبالتالي للأسف هذا الواقع الذي نعيشه اليوم يجب علينا أن نغيره. فلسطين للعرب، فلسطين للمسلمين وللمسيحيين الذين هم أهلها، لا يمكن أن تكون فلسطين لليهود ولا لهم ولا فيها مقر لهم، ولن يكون لهم فيها مقر. فبالتالي يجب أن تكون هذه الحقيقة، هناك مغتصب، هناك من يجسم على صدورنا باغتصابه وبحربه، ونحن علينا أن نواجه ولو باللحم الحال. يعني عم تنسف حل الدولتين؟ ما في حل دولتين، أي حل دولتين هلا بعد اللي صار، لأنه هذا الموقف العربي يعني عم يعتمد على مؤتمر العربي، لأنه هذا آخر موقف كان. ولكن أنا أعتقد، وهذا الواقع من خلال ما نراه الآن على الساحة على الأرض، ما في شيء اسمه دولتين. أنا أعتقد أن الذي حصل الآن مع يعني العدو الإسرائيلي وهذه المعركة الأخيرة التي تحصل الآن هي بداية النهاية لهذا الوجود. ما في شك بأنه هذه بداية النهاية، انكسرت هذه الهيبة، كسرت هذه الشوكة، كسرت. فبالتالي نحن إلى مزيد من الانتصارات، وبإذن الله تعالى إلى زوال هذا الكيان الصهيوني، إن لم يكن الآن فبإذن الله تعالى سنراه فيما بعد. فضيلة الشيخ، من يصدق أنه إسرائيل زائلة، وخصوصا أنه هي تعتمد على موقف مجتمع دولي؟ لأن بالمرحلة اللي يعني شهدناها بين الأسبوعين اللي مرقوا، شفنا مفادين أجانب وصلوا على لبنان برسائل مباشرة من تل أبيب أنه ما تفكروا إسرائيل ستترك، وما تفكروا إذا شفنا أنه إسرائيل ستهزم رح نوقف معكم ضد إسرائيل. وبالتالي هل ممكن نوصل إلى هذا الحل؟ يعني هيدي أمنية يمكن كل العرب أنه تزول إسرائيل، ولكن هل ممكن يعني الواحد منطقيا هل ممكن يصدق أنه نوصل لهذا؟ أنا أحكيك بالمنطق، الآن الذي يقف مع إسرائيل مين؟ أمريكا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا، ولكن بالمقابل هناك أيضا حلف آخر يقف ضد هذا الكيان وضد الحلف الذي معه، على رأسهم الصين وروسيا وإيران وأيضا كل هذه الحركات المقاومة على مستوى المنطقة. بالتالي هناك حلف، هناك حرب قائمة قديمة ما بين روسيا وبين أمريكا. نحن لا شك الآن دخلنا في مرحلة من الحرب العالمية الثالثة، ما نضحك على حالنا، نحن رايحين على حرب إقليمية، حتى الكود الأصول واضحة، هناك حرب إقليمية وقد تكون حرب عالمية تبدأ من غزة. هنا البداية، غزة غيرت البوصلة، غيرت حتى كل ما كان يرسم على الأرض
كله تغير الآن. فبالتالي الآن البوصلة هي غزة والوجهة هي غزة. إلى أي مكان تتجه المعركة في غزة سيرسم الشرق الأوسط الجديد الذي كانت تدعي أمريكا بأنها ترسمه. فبالتالي نعم بالمنطق وبالعقل هذه حركة مقاومة بسيطة اسمها حماس، يعني مع كل الحصار ومع كل الضغط اللي عليها شكلت حركة مقاومة. وهناك جيش، أنا أتكلم عن جيش اليوم، حماس اليوم تعتبر جيش بيكتمل الأركان في أرض فلسطين في أرض غزة. وهذا اللي شايفينه نحن الآن. الآن كل القصف الذي حصل مين مات فيه؟ الأطفال والنساء والناس اللي هن مخصوم. شوفين لنا مين من المجاهدين قتل في المعركة الآن، إلا اللي هن قتلوا في بداية المعركة ومن يعني يسقط، ولكن كميات قليلة جدا، يعني الأعداد قليلة. أما بالنسبة لما يحصل طبعا هو يعني يحزننا ويؤذينا وحقيقة شيء يعني يدمي القلب، ولكن فعليا إذا بنحكي على أرض المعركة خسارة وربح. الآن الذي يربح على الأرض إلى الآن حاليا باعتراف كثير من المحللين العسكريين الذين ينتصرهم المجاهدون سواء كان في لبنان أو حتى في فلسطين أو في غزة، اليوم الحركة الجهادية التي تواجه العدو الإسرائيلي هي المنتصرة على الأرض مع كل ما نراه من تدمير ومن تشريد ومن قتل وسفك الدماء. هذا واحد بيساوي اثنين. اليوم لا تزال القوة الصاروخية للمقاومة الفلسطينية بكامل جهوزيتها وبكامل وجودها على الأرض، وعم تقصف إلى الآن تل أبيب اللي هي القدس المحتلة، ما فيش اسم تل أبيب، هي القدس المحتلة التي يحتلها العدو الصهيوني. إلى الآن تقصف كثير من المستوطنات. فبالتالي ما انكسروا الجماعة، يعني هذا القصف الذي الآن يحصل في غزة، كم قصفوا في غزة؟ توقف أطلاق الصواريخ إلى هذه اللحظة، أطلاق الصواريخ شغال. فاتوا مترين، حاولوا يفوتوا اليهود مترين، جرافتين دمرون، إخر شيء حملوا حالهم وهربوا. فبالتالي لا يزال المجاهد والمرابط في فلسطين منتصر، وبإذن الله هو منتصر. نعم. ومن أول لحظة هو منتصر. طيب من هيدا الباب أنت تستبعد الدخول البري على غزة؟ لا أستبعد، لا أستبعد. ولكن هو هناك حمليات تأخير لأنه أصلا هو العدو مربك، يعني العدو الإسرائيلي في عنده حالة إرباك، ونتنياهو يبحث عن نصر كما قلت لك، وعنده إشكالية داخلية حتى بين جماعته. صحيح. فبالتالي هناك أكثر من تراتبية. وبنفس الوقت الجبهة الشمالية التي الآن تفتح من عندنا من الجنوب أيضا عامل إرباك كتير كبير، يعني حتى نحن كمان آخر شيء لا يمكن لنا أن ننكر الجهود التي تبذل من جنوب لبنان. هناك إرباك شديد جدا، هناك 4 فيالق إسرائيلية الآن موجودة على جبهة الجنوب. نعم. جنوب اللبناني، يعني شو 4 فيالق؟ يعني في جيش بأمه وأبيه الآن يواجه على جبهة الجنوب من خلال إخوان المجاهدين المقاومين الآن على 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 جبهة الجنوب الذين يواجهونهم. فبالتالي هناك إرباك من هذه الجبهة أن تفتح، وهذه الجبهة إن فتحت ستفتح أبواب جهنم على العدو الإسرائيلي. أبواب جهنم سيروا ما لم يروه من قبل بإذن الله عز وجل. هناك من يحضر لهم ما لم يروه من قبل، كما رأوا من غزة ما لم يروه من قبل. فبالتالي كل هذا يعقد أو يؤخر الاجتياح البري. ولكن لا شك ما يحصل الآن، وهذا سألت عنه أنا أكتب المحلل العسكري، الذي يحصل الآن من خلال القصف الإسرائيلي بالطيران هو تمهيد على الأرض، هو عم يمهد بغزة. يعني أنا مثلا قيل لي عن أحد الشوارع اللي كان هو من أهم أحياء غزة الفاخرة والجيدة، كان عرضه 8 متر صار عرضه 24 متر. فبالتالي هو عم يحاول يفتح كما يقال طرق للغزو البري. ولكن يقينا باجتياحه البري سيخسر، ما حيربح، هيدي مقتل الأول. ولكن هو يبحث عن نصر، يعني هو آخر شيء إذا ما اجتاح بريا سقط هزم، يعني هيدي قاعدة، إن دخل بريا سيهزم وإن لم يدخل بريا هو مهزوم. فبالتالي هو آخر شيء بدروه على محل بده يخسر كتير لحتى يحقق نصر في مكان ما، ولكنه بإذن الله لن ينتصر. قبل ما ننتقل لجبهة الجنوب اللبناني أكيد بدي أحكيك بالوضع داخل العدو الإسرائيلي. يعني عم نشوف تقريبا، يعني الصحف العبرية تقول بأنه تقريبا، أكيد الرقم يمكن يكون أكثر، ولكن تقريبا 60,000 نازح إسرائيلي من المستعمرات أكثر. هيك بيقول الصحف العبرية، وأكثر من ذلك يبحثون عن يمكن حل بموضوع الخيام الإسرائيلية لإيواء هؤلاء الإسرائيليين. كيف تقرأ هذا المشهد؟ أول شيء يعني هل ممكن حدا كان يتصور أنه نحن نوصل لهون؟ إن شاء الله وحيوصلوا أكثر، لأنه يا ابن آدم اصنع ما شئت مثل ما تدين وتدان. لما أنت بتعمل إنسان وبتعاقب إنسان بطريقة معينة أو تأذيه بطريقة معينة فسيأتي يوم وتؤذى بنفس الطريقة. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فبالتالي الذي شرد الشعب الفلسطيني وشتت الشعب الفلسطيني في فلسطين وخارج فلسطين هذا الآن هو التشتت الأول اللي تشتتوا أصلا بالأول 40 سنة، 40 سنة يتيهون في الأرض، فلا تأس على القوم الفاسقين كما قال الله عز وجل في سورة المائدة. ولكن هناك تشتتات أخرى ستأتي لاحقا، وعلى فكرة يعني هذا العدد هني يكذبون فيه، لأنه فقط يمكن الأعداد اللي هي الآن نزحت من الحدود
مع لبنان أكثر من 60,000، ما بالك باللي هن على تخوم وعلى أطراف غزة، فهي أكثر من 200,000 و300,000، وهم الآن عندهم مشكلة لأنه ما بقى في عندهم فنادق ولا غرف تتسع لهؤلاء، فهن يقينا متجهين نحو الخيام. وخلي بالك هن عم يقولوا الآن حرب استنزاف طويلة، هذه الحرب الاستنزاف هي ستؤذيهم كما تؤذينا نحن. وعلى فكرة اليوم إذا بتقرأ أنت اليوم النشرات الاقتصادية للعدو الإسرائيلي هو يعني في دمار. نعم. موضوع الشيكل أصبح يعني خسارته أكثر من 30 أو 40%، الآن موضوع السياحة كل عام بخير وقفت، في أمور كثيرة تعطلت، فبالتالي هم الآن يتأذون كما نحن نتأذى. ولكن طبعا في دعم هن كبير جدا، يعني تخيل أنت مثلا بايدن بيجي بتضحك علينا، يلي هو بده بيدعي أنه هو راعي السلام وراعي الإنسانية في العالم، يأتي إلى العدو الإسرائيلي ليقف إلى جانبه وبيقول لك أنا حأتبرع ب10 مليار دولار للعدو الإسرائيلي وأتبرع ب100 مليون دولار للفلسطين والفلسطيني. شو هالمسخرة هيدي؟ شو هال يعني هالانعدام للأخلاق وانعدام للعدالة وللإنسانية؟ وعندما يرون الآن يعني أنا في شغلي حتى صارت مبارحة ستراوند، تخيلي كمية القصف الذي وقع البارحة على غزة أكبر بكثير مما وقع في يوم تدمير المستشفى المعمداني. نعم. وهون حتى كمان في يعني في نقطة بدنا نشير إلها، يا عمي في كنائس دمرت، طب أين الموقف المسيحي؟ يعني أنا والله بدي هيك معلش اسمحي لي من خلالك بدي أقول يعني غبة البطرك الراعي، أليس هو بطرك أنطاكيا وسائر المشرق؟ أليست فلسطين من ضمن هذا المشرق؟ طيب دمرت أول كنيسة وتاني كنيسة وهي من أعرق الكنائس في الشرق ومن أقدمها، طيب وين الموقف المسيحي من التنديد فقط إنسانيا؟ ما حقول عسكريا ولا سياسيا، يا أخي إنسانيا قول نحن ضد التهجير وضد القصف وضد التدمير وضد قتل البشر، ما في موقف. يعني هذا حقيقة شيء مستغرب وشيء يتعجب له الواحد. فضيلة الشيخ، يعني البعض يقول أنه هناك ضغوط، ضغوط تحديدا أمريكية فرنسية حتى، ونعرف أنه نحن مسيحيا الأم الحنون للمسيحيين هي فرنسا، وبالتالي هذا الموقف ممكن أن يكون بمثابة أنه البطرك الراعي يرجح كفة المقاومة ومحور الممانعة كما يسمونه على كفة الغرب والأم الحنون. هل أتخلى عن إنسانيتي تحت الضغط؟ يا عمي هذا موقف إنساني ليس موقفا سياسيا، موقف إنساني. للأسف اليوم الغرب ينظر بعين واحدة، وأنا سميته الآن نظرات الأعور الدجال الذي لا يرى إلا بعين واحدة. الآن هو يرى العدو الصهيوني ولا يرى الفلسطينيين ولا يرى أهلنا في غزة، لا يرى هؤلاء الأطفال الذين يقتلون. طيب أنت كرجل دين، يعني أنت رجل السلام والتسامح، طيب هل ترضى أن يقتل هؤلاء الأطفال وتدمر الكنيسة على رأسهم وأنت ما بتحرك ساكن؟ لا حتى والله تحت ضغط موقف من هنا أو موقف من هناك. المفروض أنك تواجه هذه المواقف وأن تواجه هذه الضغوطات وتقول لهؤلاء الذين يضغطون عليك أنه أنا يجب أن يكون لي موقف إنساني، موقف أعبر فيه عن رفضي لتدمير الكنيسة ولهدمها على رؤوس ساكنيها ومن احتمى إليها. يعني تخيلي أنتوا إجوا أهل غزة يحتمون تحت سقف الكنيسة، دمرت الكنيسة فوق رؤوسهم، ما رعوا لأنه هذه كنيسة. طبعا المساجد خلاص مفتوحة الآن، المساجد تدمر بالعشرات، بس نحن عم نحكي حتى الكنيسة. طيب وين الموقف المسيحي؟ حتى وين الموقف المسيحي العالمي؟ أين موقف بابا الفاتيكان؟ أين هو؟ أين موقف المسيحية ككل على مستوى العالم من هذا الذي يحصل في غزة؟ يعني اليوم هذا يا عمي شيء إنساني، بشر نحن نرى بشرا يقتلون بغير ذنب، أطفال، شو ذنب الأطفال يقتلون؟ لو أن القتل الذي يحصل للمجاهدين هؤلاء ارتقوا شهداء عند ربهم، هؤلاء شهداء أيضا إن شاء الله ومنزلتهم عند ربهم عالية، ولكن الشاهد مقاتل مقابل مقاتل، أنت تقتل مقاتل وتقتل عسكري، أما أن تقتل رجل بريء رجل عامي رجل بسيط ما خصه بالمعركة ولا له علاقة، شو ذنبه؟ لا بيقول لك هؤلاء شركاء. شوف حتى بكل حقارة وبكل دناءة يعني خرج ذاك السيناتور الأمريكي يقول هؤلاء حيوانات، ولكن نحن نقول له إذا كانوا حيوانات فليعلموا جميعا أن هؤلاء أسود، غزة هي عرين الأسود، فلسطين هي عرين الأسود، إذا كانوا حيوانات بنظركم فهم أسود، هؤلاء الأسود سينقضون عليكم بإذن الله ويستعيدون أرضهم وعرضهم وشرفهم وكرامتهم وبإذن الله تحت أنظاركم، ومهما شددتم ومهما فعلتم لن تنتصروا عليهم. طيب بس فضيلة الشيخ، من أوصل فلسطين إلى هذه المرحلة من المعاناة، من يعني تحمل الإجرام الإسرائيلي غير الصمت العربي على مدى سنين وسنين وسنين؟ لا شك هيدي مأساة، هيدي مأساة كبيرة للأسف. يعني من أين أبدأ يعني البكاء ومن أين أبدأ العتب ما بعرف، ولكن حقيقة نحن شركاء في هزيمة يعني أو في معنى في ضياع فلسطين، خليني أقول ما حقول هزيمة لأن ما في هزيمة إن شاء الله في نصر، ولكن نحن شركاء في ضياع فلسطين، نحن شركاء في وصول فلسطين إلى هذه المرحلة. أنا حقيقة قلتها يعني في أكثر من مسيرة عندما يعني بدأنا تحركاتنا في الشارع، وقلتها حقيقة بأسى وبألم وبجرح عميق جدا، قلتها يعني هل يعقل اليوم يعني عندنا 25 دولة عربية 57 دولة إسلامية،
2 مليار مسلم على مستوى الكرة الأرضية، لا نستطيع أن ندخل إلى غزة شربة ماء. واللي فاتوا من مساعدات فضيحة. شو فضيحة؟ بعتين أكفان؟ أهل غزة لا يريدون أكفانا، أصلا أهل غزة شهداء، والشهيد لا يغسل ولا يكفن، الشهيد يدفن بثوبه الذي فيه رائحة المسك. ما بدنا أكفان، نحن بدنا توقف معنا وقفة رجال أقل، حتى ولو بأبسط أبسط أبسط الأمور، بتأمين الحياة الطبيعية للإنسان الذي يعيش في غزة من أكل وطعام وشراب وحياة يستطيع أن يعيشها الإنسان. الآن ما في حياة إنسانية في غزة، والله شيء يبكي، يعني شيء يندى له الجبين. يعني أنا حتى أحيانا هيك أنظر بيني وبين نفسي، اليوم الواحد منا بيطلع بيشوف هؤلاء الأطفال الذين يذبحون، هؤلاء ذاك الطفل الصغير كان بيده الخبز يأكل خبزة وطار رأسه من القصف. يا أخي نحن عندنا أولاد، نحن عندنا أولاد، طيب أترضى ذلك لولدك؟ أترضى ذلك لحفيدك، لابن أخيك، لابن عمك؟ الآن هناك عائلات بأكملها، أسر بأكملها لم يعد لها وجود في السجلات الفلسطينية، توفي واستشهد الجد مع الحفيد. يا عمي طيب وين نحن؟ طيب أين نحن من ذلك؟ ألا يتحرك فينا بداخلنا شيء حقيقة؟ يعني اليوم الشعوب العربية أعادت التحرك في الأرض، وهناك تحرك نحو القضية الفلسطينية في الشارع العربي، وعلى أمل أن تتحرك الأنظمة العربية وتتحرك بشعوبها في مواجهة هذه يعني الآلة العسكرية التي تقتل الأولاد، وأيضا الآلة الإعلامية والآلة السياسية التي تعمل ليل نهار من أجل أن تظهر بأن غزة هي الظالمة وبأن هؤلاء الذين يقتلونهم هم الظالمون. فضيلة الشيخ، حطيت إصبعك على الجرح، وتحديدا أنه من يلتحق بالآخر؟ الشعوب عم تلتحق بقياداتها ولا القيادات عم تلتحق بشعوبها؟ وخصوصا أنه نحن ما قبل 7 أكتوبر كنا رايحين باتجاه بعض الدول العربية باتجاه التطبيع مع إسرائيل، وما حصل ب 7 أكتوبر البعض يقول أنه للحد من هذا التوجه العربي باتجاه إسرائيل، وأيضا لتذكير العرب بالقضية الفلسطينية بالحق الفلسطيني الضائع. كيف ترى مشهد الشعوب؟ وتحديدا كان في مشهد كتير مستغرب، أنه بنص مصر بقلب مصر عم يهتفوا للسيد حسن نصر الله لكرمال يهزم إسرائيل. كيف تقرأ هذا المشهد؟ الشعوب حية، الشعوب دائما تنظر إلى أي أحد يستطيع أن ينصر القضية الفلسطينية بغض النظر عن خلافه معه في مكان ما، أو عن خلاف مذهبي، أو خلاف لأنه شارك هنا أو شارك هناك. اليوم أنا قلتها في أكثر من يعني من مناسبة في السابق، يوم بدأنا معركتنا ضد الشذوذ الجنسي، قلت أنا يومها مع كل مواقفي السابقة من حزب الله ومواقفي معروفة، وعندي مواقف لازلت موجودة الآن على مواقع التواصل الاجتماعي، قلت أنني في هذه المعركة، معركة المواجهة ضد العدو الإسرائيلي ومعركة الشذوذ الجنسي، أنا أضع يدي في يد حزب الله وفي كل يد شريف مقاوم يقاوم العدو الإسرائيلي. فبالتالي اليوم ما في كلام ممكن أن نختلف عنه، والله نحن مع الحزب ضد الحزب، الآن كلنا في خندق واحد، كلنا الآن يدنا منبوذة إلى بعضنا، كتفنا إلى كتف كل مقاوم شريف يواجه العدو الإسرائيلي. فبالتالي الذي ترونه الآن، يعني الذي نراه الآن في الشارع العربي من خلال دعم القضية الفلسطينية، سواء الطلب من السيد نصر الله أن يقصف أو من أي أحد أن يقاتل، هذا طبيعي، لأنه هن يبحثون عن من يدافع عن فلسطين وعن أهلها وعن الذين يبادون جهار النهار أمام الألة العسكرية أمام الأعين وأنظر العالم أجمع. فبالتالي هذا شيء طبيعي، ولكن أنا بدي أقوله شغلي وهذه يجب أن ننبه إليها. العدو الإسرائيلي يتحرك من ضمن العقيدة اليهودية، وهذه شغلة كتير مهمة يجب نحن أن نطلع عليها الآن. هناك عقيدة يهودية تدير العدو الإسرائيلي، يعني اليوم هذه المؤسسة العسكرية والمؤسسة السياسية ترجع في النهاية إلى حاخامات اليهود وإلى ما يقرؤونه في التوراة وفي التلمود. في شيء على فكرة ما حدا كتير يعني وقف عنده، أنا بدي أقف عنده اليوم معك، خطير جدا، الذي كان يحضر حقيقة مش بس موضوع أنه هي هذه العملية يعني أوقفت ما يسمى بالتطبيع، لا لا، المسألة في أكبر من التطبيع. نحن كان عندنا شيء اسمه، ليش سميت هذه حتى طوفان الأقصى؟ يعني إذا بتلاحظي أنت حتى تسمية العملية طوفان الأقصى. نعم. ليه؟ لأنه الأقصى كان يتعرض من فترات طويلة وبالذات الفترة الأخيرة إلى كثير من الاعتداءات، ولكن ما هو كان أخطر ويحضر له. في شيء مكتوب بالتلمود عند اليهود وهذه من أساطيرهم، بأنه إذا وجد 5 بقرات بلون واحد بوقت واحد، فبالتالي إذا وجدوا هذه البقرات فيأتوا بهم إلى فلسطين المحتلة وإلى القدس فيذبحون هذه البقرات وينثرون دماءها في الهواء وعلى الناس، وهذا يكون إذان بهدم المسجد الأقصى لبناء هيكل سليمان المزعوم الذي يدعونه. وعلى فكرة هم وجدوا شيء يعني مشابه لذلك في أمريكا في إحدى الولايات، وحاولوا أن يأتوا بهذه البقرات إلى
فلسطين المحتلة وكانوا يتحضرون لإقامة هذه المراسم التلمودية من أجل البدء بهدم الأقصى. يعني هني شوفوا شو صار، كل هالاعتداءات على الأقصى اللي كانت عم تصير نحن كنا عم نتفرج أو كنا نندد أقصى ونحكي كلمتين وكذا، ولكن هيك عم يستمروا بالاعتداءات، والحفر تحت المسجد الأقصى قائم إلى يومنا هذا، وهناك خطر كبير على المسجد الأقصى، فهني كانوا رايحين على الهدم. يعني هذه العملية الآن كما قلت لك غيرت المعالم كاملة، سواء كانت المعالم الداخلية أم المعالم الخارجية. فبالتالي شو عملت طوفان الأقصى؟ يكفينا أن طوفان الأقصى وحدنا. يعني حالك على شغلي اليوم، يكفيني اليوم أن أقف وأن أجلس معك الآن هذا المجلس لأتكلم بأنني كتف إلى كتف إلى جانب حزب الله صحيح. في معركتي ضد العدو الإسرائيلي، ألا يكفي ذلك؟ أننا الآن التحمنا وتوحدنا من أجل قضية فلسطين. يعني هذه على فكرة من إحدى حسنات طوفان الأقصى، وهكذا يجب أن نكمل. وهذا يمكن رح تتعرض لشيطنة من قبل بعض أطراف الداخل، لأن حتى بالداخل مقسومين على فكرة أنه هل لبنان يتحمل الحرب في المرحلة الراهنة، وهل نحن يعني موقف السلم والحرب أو قرار السلم والحرب بيد حزب الله بوجود الحكومة. يعني هذا الموضوع رح يخليك تتعرض على شغلي ست رواند، بدي أقول من عندك من هون نحن لا نشبههم. إذا كان هو من شوي كان حدا عم يقول لا ما بتشبهونا، نحن ما بنتشرف نشبهكم ولا بتشرفونا تشبهونا حتى. نحن لا نشبهكم لا منطقا ولا عقلا ولا فكرا ولا حتى رؤية ولا حتى وجهة ولا حتى فيما يعني يكون في عقولنا من ناحية قضية فلسطين وغير قضية فلسطين. فنحن ما بنشبهكم ولا بشرفة تشبهونا. هل برأيك هيدا الموقف اللي حضرتك عم بترد على شارل جبور أكيد، هل يعني يختصر موقف القوات اللبنانية بهيدا الموضوع؟ ما طلع حدا، لا طلع حدا قال له اعتذر ولا هو اعتذر ولا طلع حدا استنكر، بل بالعكس هناك تأييد كبير من الشارع الذي يعني يمون عليه هو جماعته، عم يتكلموا بهذا الأمر وعم يزيدوا فيه للأسف. وهذا الأمر يعني حقيقة شيء، شو بدي أقول لك، يعني شيء مقيت، شيء يعني يندى له الجبين الإنساني. يعني أقل وأقل في موقف. طبعا نحن ضد الاعتداء على أملاك الناس وضد الشغب. أنا مبارح على فكرة مبارح لما صارت القصف الثاني الساعة 2 بالليل نزلنا على الشارع. شو اللي خليني أنا أنزل على الشارع كإمام جامع؟ نزلت لحتى هدي الشباب، قالوا يا شباب اعتصموا ونددوا وارفعوا أصواتكم، ولكن من غير شغب، من غير أن تؤذوا أحد، من غير أن تعتدوا على أحد. هذا الأمر لا يمثلنا. فبالتالي نحن ضد الاعتداء لا شك. طيب وحصل هذا الاعتداء وقعوا، وبدي لك عشان أكثر من هيك، ألم يعتدي جماعة هؤلاء على بيروت وعلى عاصمة لبنان وعلى وسط بيروت يوم الثورة اللي سموها ثورة 17 تشرين؟ ألم يعتدوا؟ ألم يكسروا أملاك الناس؟ ألم يكسروا محلات الناس؟ ما كانوا هن جايبينه بالبساط؟ ما يضحكوا علينا. ما هذا الشارع بالنهاية بيغلب محل معين، بينفس بمحل معين، بيكسر. طيب عال هذا الموضوع نحن ضده ولسنا معه وانطفى. تيجي انت بتقول أشكالكم شو ولو لك عمي أنت بالقرن 21 أنت بعدك ما عايش بالعصر الحجري. بس هيدا بالمضمون فضيلة الشيخ كمان ينم عن أنه يعني هذا التباعد ما بين اللبنانيين بحد ذاتهم، وفي حال لا سمح الله إذا فتحت جبهة الجنوب وتهجروا الناس من الجنوب أين يذهبون؟ إلى قلوبنا، بيعدوا بقلوبنا. إذا ما ساعدتهم بيوتنا بيساعدوا قلوبنا. كل من يقاوم الآن العدو الإسرائيلي بيوتنا مفتوحة له، وسيجب من البيوت ما لا يعد ولا يحصى تفتح له، سواء كان في بيروت ولا في الشمال ولا في البقاع ولا في أي مكان. شوفي الذي مع فلسطين مع فلسطين، واللي ضد فلسطين ضد فلسطين، واللي كان بيوم من الأيام يضع يده في يد العدو الإسرائيلي سيضع يده في العدو الإسرائيلي، والذي كان يواجه العدو الإسرائيلي سيبقى يواجه العدو الإسرائيلي. هيدي خلص قضية محسومة. نحن ضد العدو الإسرائيلي على هذا السطح ومستعدين أن نتحمل كل تبعات هذا الأمر. واللي بده يحكي علينا يحكي، واللي بده يقول هو لبناني أكثر منا يقول، واللي بده يعمل له فحص دم يعمل له فحص دم، آخر همنا. نحن ضد العدو الإسرائيلي على هذا السطح، وكل واحد ضد العدو الإسرائيلي كتفنا إلى كتفه يدا بيد جنبا إلى جنب حتى نرد هذا العدو الإسرائيلي وحتى نحرر ما تبقى من أرضنا في الجنوب اللبناني. كتف إلى كتف عم بتقول حضرتك رح تكون إلى جانب حزب الله بحال فتح المعركة بشكل رسمي، لأن هي أساسا مفتوحة ولكن بعد عم بتراعي قواعد الاشتباك. ولكن ماذا تقول لمن يتهم حزب الله بأنه هو عم بيقوم بالمصلحة الإيرانية وليس ما تقتضيه المصلحة اللبنانية، على اعتبار مثل ما كنت عم قلك أنه هن بيعتبروا أنه لبنان لا يحتمل أن يكون هناك حرب ودمار موعود بشكل هائل ويفوق عن ما حصل بال2006؟ ماذا توجه لهم؟ شوفي حقيقة، شوفي يعني قيادة المقاومة في الجنوب أنا بقي هي عم تقوم بواجب كبير جدا، وهي أيضا يعني تدير المعركة بحرفية وبدقة عالية جدا، وهي عاملة حسابات لهذا الكلام. فبالتالي مشان هيك إذا بتلاحظي أنت الجبهة يعني عم تحمى شوي شوي. نعم. يعني
احتسابا لما قد يقال وما قد يقال هنا أو هناك. أنا بالتالي بالنهاية شوفي حالك على شغلي، أنا الآن لست بصدد أن أناقش حزب الله ما الذي عنده مصلحة فيه ولا شو مصلحته هون أو هون. أنا الآن الذي بصدد مناقشته أن حزب الله الآن يقدم دماء. اليوم المقاومة الإسلامية في الجنوب والمقاومة اللي تقدم دماء، في عنا أكثر من 19 شهيد ارتقوا الآن في المعركة بس من بداية الآن، صح ولا؟ طيب هدول شو، هدول مش بشر؟ طيب تحت أي مسمى هؤلاء يرتقون الآن على أرض الجنوب على طريق فلسطين؟ فبالتالي أنا ما فيني أنكرهم، ما فيني يكون على آخر شيء بدي أقول والله هو لأنه عم يفكر هيك ولأنه براسه هيك ولأنه نيته هيك. أنا ما لي بالنوايا ولا لي بما في القلوب، أنا لي الظاهر. حتى هذا في ديننا، أنا لي الظاهر والله يتولى السرائر، وين مصلحته وشو عم يعمل، عم يدعم فلان. أنا مصلحتي الآن أنني يواجه العدو الإسرائيلي، طالما أنه يواجه العدو الإسرائيلي فأنا معه. هلا اللي بتقولي لي شو الهدف، ما بيعنيني شو الهدف، انا يعنيني فلسطين والذي يقدمه لفلسطين. بس تخلص المعارك بدك ترجع عم تراسك، رجع عم تراسك ما عندي مشكله، وانا برجع عم تراسي، بس الان هدفي ان ابقى موحدا في الارض المعركه، ملتحما مع من يقاوم العدو الاسرائيلي بغض النظر عن اي خيل فيه، بغض النظر عن اي مصلحه. انا الذي يهمني الان هو فلسطين والدفاع عن فلسطين والمقاومه لاجل فلسطين. فهذا بالتالي حزب الله عم يقوم فيه، بدي له شكرا، بدي له الله يعطيك العافية، بدي له الله يحميك وأنا إلى جانبك، ولن أكون خنجرا يطعنك في ظهرك في هذه المعركة، بل سأكون حاملا سيفي كتفي إلى كتف في مواجهة العدو الإسرائيلي. ما ممكن أبدا إذا أنا بدي خون الآن وأطعنه بظهره تحت أي مسمى المسميات، أنا خائن، أنا عم خون قضية فلسطين، عم خون الله ورسوله، لأنه هذه قضيتي قبل أن تكون قضيته هو كمان، قضيته قضيته بس أنا كمان قضيتي. لك حتى هؤلاء الذين يقتلون الآن في غزة مين؟ لك يا عمي إذا بالمفهوم المذهبي والمفهوم الطائفي، هؤلاء سنة، هؤلاء سنة، أنا ضد هالتسمية الآن في هذه المرحلة، سني وشيعي، لا كلنا مسلمون الآن، ولكن هؤلاء سنة. طيب هو عم يقاتل، عم يدافع الآن، بتقول لي عم يكذب، شو عم يكذب؟ طيب وين شو هالكلام المسخرة هذا؟ هذا كلام ما له طعم الآن، الكلام الذي يقول وقال الآن كلنا كمسلمين في وجه العدو الإسرائيلي. فبالتالي أنا موقفي الآن من ما يفعله حزب الله موقف أنني إلى جانبه وأنني أؤيده وأنني أدعمه في معركته ضد العدو الإسرائيلي. بتخلص المعركة ساعتها منشوف، يوم نرجع عن تاريسنا يوم اتفق، بس بالتالي الآن المعركة نحن إلى جانبه، لن نكون كمسلمين، وأتكلم أنا عن مسلمين السنة، وهل يأخذها مني الآن من هنا من عندك من الاستديو، لن يكون المسلمون السنة في لبنان، وسامحيني عن هالتعبير، ولكن حتى تكون الصلاة واضحة، لأن البعض عم يراهن علينا، البعض عم يحاول يشيطننا، والبعض عم يحاول يخدنا على ملعبه. لا، لن يكون المسلمون السنة في لبنان خنجرا يطعن في ظهر حزب الله في معركته ضد العدو الإسرائيلي وإلى جانب أهلنا في غزة، بل سيكونون سيفا يقف إلى جانبه، يقاتل معه، بل ويقاتل أمامه وعن يمينه وعن يساره في مواجهة العدو الإسرائيلي. واللي عم يحاول يخدنا على ملعبه يلعب لعبة غيره، لأنه طويل عرقته، طويل طويل عرقته كتير كتير. فضيلة الشيخ فينا ما أسألك نستمع لإلك يعني عن جد؟ عن جد بشكرك كتير على هذا الكلام، لأنه غزة تستحق طبعا، تستحق وأيضا أكثر. ما يقدم بالجنوب أيضا بيستحقوا هؤلاء الشهداء، لأن هن ما عم بيقدموا أرواحهم بس للجنوب، عم بيقدموا أرواحهم لكل لبنان، حماية كل لبنان. كيف تقرأ الموقف العربي؟ هل داعم للمقاومة كما عم تقول حضرتك الموقف السني بلبنان داعم؟ كيف تقيم الموقف العربي؟ ولا هن بالشكل بس عم بيقولوا أنه نحن داعمين للقضية الفلسطينية ولكن بالمضمون ما عم يعملوا أي شيء؟ شوفي أنا يكفيني الآن تحرك الشعوب العربية، يعني أنا خليني ركز على الشعب العربي في كل البلاد العربية المحيطة بفلسطين. الموقف الأنظمة العربية حقيقة أنا بالنهاية ما فيني أحكي عن أي نظام، كل نظام عنده حساباته مع احترامي، وأنا حقيقة دائما كنت أقول عندما أسأل عن أي واقع أو عن أي وضع في أي بلد ما أقول أنا علي ببلدي، أنا علي ببلدي وعلي بأهلي، وكل بلد عليها بنفسها وبأهلها. نحن نحث أن يكونوا إلى جانب إخواننا في فلسطين، ولكن بالنهاية عندهم حسابات، أنا لن أتدخل في هذه الحسابات ولن أقول والله فلان مصيب أو فلان مخطئ، كل واحد عنده حساباته، بس أنا آمل من هذه الأنظمة أن تغير نظرتها الآن وأن تنتقل إلى مرحلة مقبلة. وأنا باعتقادي الموقف السعودي جيد، وحتى الموقف المصري جيد، ليس سيئا بالعكس، الموقف المصري جيد، بس ما عم يعمل مصلحته المصري، يعني هو هدفه بس عدم التهجير إلى سيناء. طيب. ولكن ماذا عن الفلسطينيين؟ ماذا عن المساعدات اللي عم بتفوت اللي هي فعليا فضيحة؟ شوفي حالك على شغلي، قبل كل شيء اليوم بدنا 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 أول شيء نشوف الشارع المصري وين، وشغلة تانية بدنا نشوف نحن مصر شو حجمها. مصر يا ست رواند 120 مليون نسمة وأكثر، فبالتالي أي تحرك في مصر غير مدروس وغير مضبوط فلتت مصر. وهناك اليوم أنا كنت اليوم أقرأ هناك من يراهن على فوضى في مصر. يا جماعة إذا كان لا قدر الله الله سبحانه وتعالى يصرف عنهم الأذى والسوء وعن يعني عن الدول العربية وكل العالم الفتن والفوضى، لو حصلت فوضى في مصر
ستدمر مصر وتدمر الشاطئ الأوسط بأكمله. هيدي 120 مليون يا جماعة، مش لا 20 مليون ولا 30 مليون، هذه 120 مليون. فبالتالي حسابات المصريين الداخليين نحن ما فينا نعرفها، هن عندهم حساباتهم الجماعة وعندهم أمور أخرى لا نعلمها. بعدين مصر ما عم تمر بأحسن حالاتها، مصر تمر بظرف اقتصادي صعب جدا جدا. فبالتالي كمان هو في محل معين لما الآن بيقول ما بدي أدخلهم أنا على سيناء، فهو يحافظ على القضية الفلسطينية. هذا الموقف يحافظ على القضية الفلسطينية. بتقولي بدي موقف متقدم أكثر، إيه بدي موقف متقدم أكثر، ولكن يبقى هذا الموقف أفضل من مواقف أخرى. وبالتالي بتقولي طيب الدعم مفروض يكون في دعم أكبر، طبعا لازم يكون في دعم أكبر، بس ولكن حقيقة أيضا هناك إشكالية الآن. لو أنه دخل دعم من مكان ما، يعني حاليا أول مصر وبدأت معركة بين مصر وبين العدو الإسرائيلي، كيف استقف هذه المعركة؟ وين نروح نحن؟ وهل هذه المعركة ستخدم فلسطين وقضية فلسطين أم أنها ستبعد الأنظار عن فلسطين وقضية فلسطين؟ بس كمان رواية الجيش المصري أنه هو الأعظم والأكبر، نعم. ممكن أنه تضر بقضية فلسطين إذا فتحوا جبهة مصر؟ ما هي بدك تشوفي حسابات الشعب المصري الداخلي. هل تحتمل مصر حرب بمستوى حرب، يعني حرب، هذه حرب إقليمية تحتملها مصر داخليا؟ هل هي مستعدة داخليا للمواجهة؟ ما بعتقد. الوضع الاقتصادي في مصر أسوأ من عنا. إذا كنا نحن بلبنان اللي احنا 2 مليون ونحن عم نقول دخيل كونوا من شان الله وبعده عنا، طب ما بالك بمصر؟ مصر الوضع الاقتصادي فيها منو سهل، وضع جدا كلام يعني صعب. فبالتالي هذه حسابات أنا ما فيني آخر شيء أخذ قرار عنهم ولا فيني أجرهم على ملعب. بس إلى درجة أنه نحن نرفض الهجرة على سيناء ولكن نقترح أنهم يروحوا على صحراء النقب؟ كان على فكرة هذه لم يفهم منها يعني الرأي المصري حقيقة، يعني الرأي المصري لم يفهم من هذه الطريقة. هو عم يضحك عليهم، كان من باب الاستهزاء مش من باب الواقع. أنه كنت هجروا على النقب، ما النقب أقرب، هو عم كان عم يضحك عليهم يعني. فالفكرة موضوع التهجير مرفوض، بس أنه استطرد بأنه فللوا المدنيين وأقضوا على حماس واعتبرها ميليشيا. لا شوفي، ما عملك هي يعني الفكره. هلا طبعا احنا انت بتعرف الخلاف ما بين مصر وما بين حركه الاخوان، هذه الصوره واضحه معروفه. ولكن حقيقه كما قلت لك الموقف العربي موقف ليس سهلا. انا بدي اقول لك على شغله، جيد الى الان الموقف، خلينا نحن نخلي القضيه الفلسطينيه قضيه فلسطينيه. حتى حالك على شغله، حتى اخواننا هون بلبنان دائما كان تركيزهم انه ليه ما عم تفتحوا المعركه على الاخر، لانه نحن بدنا نصر فلسطيني خالص. يعني انا بدي الان ان ينتصر الفلسطينيون من غير مساعده احد، وهذه اشد هزيمه للعدو الاسرائيلي، انه انتم واقف معكم الامريكان والالمان والفرنسيين وهم لوحدهم هؤلاء العصبه المؤمنه هزمتكم. فبالتالي خلي النصر نصر فلسطيني، فلتبقى المواقف كما هي ونريد ان تزداد، ولكن خلي النصر نصر فلسطيني، فلينتصر الفلسطينيون لوحدهم لان هذه قضيتهم وقضيتنا، ولكن الانتصار سيكون ساحقا ماحقا وسيمهد لما بعدهم. هل هذا رايي؟ وانا مع هذا الراي. طيب ماذا عن وحدة الساحات؟ يعني نحن كنا عم نسمع بكل هيدي الفترة اللي مرقت انه عن وحدة الساحات، وعم نشوف جدل كمان بداخل لبنان. ايمتى بتبلش رسميا وحدة الساحات؟ وبرأيك يعني مثل ما حضرتك كنت عم تقول انه ليبقى النصر فلسطيني بحت هذه الساحات بانتظار ان يعني يستشفوا انه ممكن تكون حماس عم بترخ شوي قدام اسرائيل او عم تضعف شوي قدام اسرائيل، ساعتها بنحقق وحدة الساحات؟ شوفي الان بدأت وحدة الساحات بكل صراحة. نحن اليوم اللي عم بيصير عندنا بالجنوب اللبناني هو بدأ، يعني هي فعليا معركة الآن. الذي يحصل في الجنوب اللبناني هو من ضمن وحدة الساحات. ما نحن اليوم بالجنوب اللبناني هنالك في 4 فلايق واقفين، ونحن عم نشتغل فيهم، الشباب عم يسلوا فيهم. بس قدرة حزب الله أكثر بكثير طبعا، ولكن قدرة حزب الله كمان عندها حساباتها. ما أنا عامل لك حسابات الداخل اللبناني، ما أنت هلا مشوي كان عم يحكي أنا وياك في من ناطرنا على المفرق لحتى يخوننا ولحتى يقول دمرتوا لبنان، وبعده لهلا عم يهتنا بال 2006. فبالتالي أمر طبيعي، هذا ما عنده قضية. هو الأصل نحن الفرق بيننا وبينه نحن عندنا قضية، ولأجل هذه القضية تهون كل شيء من أجل نصر هذه القضية. هو ما عنده قضية، فبالتالي بده هو يقول لي اخر شيء دمرتني وما دمرتني. فهيدي حسابات بمحل معين. الامر الاخر انا عم اقول لك الشباب بالجنوب شايفين انه الساحه بفلسطين جيده، الامور الى تزال الان في غزه يعني تحت السيطره والامور جيده جدا. عندما تشعر الساحات الاخرى بان هناك شيء يعني او في حاله ضعف او انكسار، صدقيني يعني ستشتعل المنطقة بأكملها. المنطقة كلها ستشتعل. وخلي بالك حتى الشعوب العربية الآن، أنا بدي أقوله ليك عم أقول للأنظمة العربية تلحق شعوبها، لأني أنا أخشى فعلا أن هذه الشعوب قد تنفجر في وقت ما، وساعة ليست ساعة مندم. يعني تفلت الأمور من إيدنا،
حقيقة. فبالتالي يجب على الأنظمة العربية أن تلتحق بشعوبها وتناصر القضية الفلسطينية وأن توقف هذا القصف على غزة وأن يذهبوا إلى اللي بده يسموه والله يقعدوا على الطاولة يحكوا موضوع والله الأسرى يحكوا موضوع وقف إطلاق النار هدنة أي شيء، ولكن يجب أن يقوموا بدور ما. فبالتالي أنا برأيي وحدة الساحات موجودة وبدأت، والذي يحصل في فلسطين الآن أو في جنوب اللبناني مع الحدود الفلسطينية المحتلة هو من وحدة الساحات طبعا. فبالتالي أنا برأيي شوف المعركة بدأت ولكن لسه في أولها. المعركة 6-1 طويلة يعني، حتى بس كمان حتى الجمهور اللي عم يشاهدنا ما يفكر المعركة ممكن تخلص بكرة. نحن نسأل الله عز وجل الله يكتبنا بكرة تخلص المعركة، ولكن المعركة طويلة، والمعركة معركة استنزاف. يعني إذا ما رحنا على حرب برية وفتنا بحرب برية، المعركة معركة استنزاف قد تمتد لشهور مش ليوم ويومين. فبالتالي نحن بعدنا بأولها. فيقينا كل من يقاتل إسرائيل ويواجه إسرائيل عنده هو خططه وعنده ترتيباته وعنده استعداداته، وبيمشي خطوة خطوة بما تقتضيه المرحلة التي يقاتل بها وبما تقتضيه ساحة المعركة. نحن ماشي بنا مطلعين على ساحة المعركة. طيب البوارج اللي صفوا حد إسرائيل هل ستستخدم برأيك بواجه حزب الله؟ الموقف الأمريكي تحديدا من هيدا الموضوع أكيد هلأ بلش بروحية عم نشهد شوي شوي تراجع، ولكن بعد في المصالح حاكمة، وحضرتك كنت عم بتقول أنه قدي اليهود مؤثرين بأمريكا وبالأحزاب حتى ضمن أمريكا. كيف سيكون موقف أمريكا في حال فعليا بدأت الحرب فعليا رسميا ما بين حزب الله وإسرائيل؟ شوفي إسرائيل أو العدو الإسرائيلي هو ربيب أمريكا. بالتالي كما نحن الآن نقول بأنه حزب الله عندما يشعر بأن المقاومة في فلسطين يعني في عنده شيء من الضعف أو أنه والله تراجع بده يتحرك، وبالتالي أنا أعتقد أنه كمان الأمريكان عندما يشعرون بأن هناك يعني أيضا يعني تراجعا كبيرا في ساحة العدو الإسرائيلي بدهم يوقفوا مع جماعتهم ومع ربيبتهم ويقاتلوا معها. فبالتالي أنا أعتقد يعني، وهذا الكلام قاله أكثر من محلل سياسي، أن هذه البوارج الحربية لم تأتي من أجل قصف غزة، وإنما هي أتت من أجل قصف بيروت. أنا هذا يعني أشاهده بأم عيني الآن، أن الأمريكيين سيتدخلون في المعركة فعليا، وما بعرف إذا بس بيلحقوا ما بعرف إذا بيلحقوا. هذه البوارج لنا تاريخ معها يعني تاريخ معروف، ولا أدري إن كان هذا التاريخ سيعيد نفسه. أحيانا التاريخ بيعيد نفسه على فكرة، فما بعرف إذا التاريخ بيعيد نفسه هالمرة مع البوارج الحربية مرة تانية بعمق البحر. بيشوف مين هذه من ضمن الحرب النفسية اللي عم بتصير كمان. لا مش حرب نفسية، دي حرب واقعية. لا مش حرب نفسية، بالعكس يعني ما بعرف إذا كنا نحن بالمرحلة المقبلة يعني قد نتوجه أو يعني نروح على محل نرى شيء يعني استباقي مع الآلة العسكرية الأمريكية ومع من يتحالف معها في البحر وفي الجو وفي البر. ما بعرف، شوفي أنا عندي قناعة ويقين بأن الله سينصر هذه العصبة المؤمنة، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. أنا عندي إيمان وعندي تفاؤل، أنا أشعر بأنني منتصر الآن ولست منكسر ولا منهزم. مع بكائي وألمي على الأطفال والناس الأبرياء الذين يقتلون في غزة، أنا منتصر مني منهزم. لا أنا بالعكس، أنا بعز انتصاري. أنا الآن أدفع ضريبة انتصار طبيعي، ولكن أنا في عز انتصاري، وهذا الانتصار سيكتمل. وخلي بالك أي ضربة ولو كانت صغيرة كتير كتير للآلة العسكرية الأمريكية هي هزيمة. صدقيني هزيمة. برأيك حزب الله يذهب هالقد بعيد لضرب القاعدة الأمريكية اللي أتت لحماية إسرائيل أو للدفاع عن إسرائيل كما يقول بايدن؟ هي بتروح لبعيد هالقد؟ والله شوفي أنا في شيء كمان يعني اطلعت عليه من فترة، في شيء عم يتحضر بالمنطقة ككل مش بس بغزة. يعني أنا برأيي غزة هي البداية، غير صياغة خريطة جديدة للمنطقة. في شوفي الآن الصراع حقيقة، وهذا حتى يكون كمان الصورة واضحة، الصراع الذي يحصل الآن ما بين روسيا وما بين أمريكا واللي كان ملعبه أوكرانيا، الآن أصبح هناك ملعبان في أوكرانيا وفي غزة. والرسائل الروسية بلشت توصل. أبو علي بوتن شغال سموه أبو علي بوتن الشغال. فبالتالي أعتقد بأن هناك أصبح يعني في ساحة تانية للمعركة، في ساحة عندنا في الشرق الأوسط اللي هي غزة وما حولها، وفي ساحة أوكرانيا. فبالتالي يعني أنا بعتبر الأمريكي مش مرتاح. بس أبو علي بوتن كمان بين اثنين، يعني ما بين إسرائيل ومصالحه من ماله وما بين القضية الفلسطينية ومحور المقاومة من ماله. بس شوفي الروسي ليس لوحده في المعركة، الروسي معه الصيني. وعلى فكرة الآن حتى الصيني عينه على تايلاند، فتح عيناه على تايلاند قال ما بدك. يعني على فكرة والله صدقيني حتى بس هيك مش عم أعطي معنويات، عم أعطي حقائق وقائع.
الأمريكي ليس بأفضل أحواله، كما أن العدو الإسرائيلي ليس بأفضل أحواله، أيضا الأمريكي ليس بأفضل أحواله بل بأسوأ أحواله. عنده مشكلة مع الصيني، وعنده مشكلة مع الروسي، وعنده موضوع أوكرانيا، وهلأ فتحت له كمان مزراب جديد موضوع العدو الإسرائيلي. شوفي كمية المليارات اللي عم يكبها الآن الأمريكي يمينا وشمالا. طبعا هو بيطبع، هو ما عنده مشكلة، بيطبع مصاري وبيوزع يعني، بس بالتالي ومن في كيس اليهود اللي بأمريكا اليهود. كمان طبعا من كيس مين. أنا بس بدي بصحح هيك شيء قلته، قلت فيالق، هي أربع فرق بالجنوب وليست أربع فيالق في الجنوب، إنما أربع فرق في الجنوب. نعم، وعدد الشهداء اعتقد انه صاروا الان من جنوب لبنان 32 شهيد وليس 19، يعني زاد العدد كثير. فبالتالي لا، القضيه نحن فتنا بالمعركه، ولكن المعركه تزداد حماوه شيئا فشيئا. هو للاسف كل يوم تقريبا ما بين 5 أو 6 أو 7 شهداء عم يزفون حزب الله بمعركه الجنوب، وهناك مئات الشهداء بل الاف الشهداء الذين زفوا الى الجنه باذن الله عز وجل في غزه وفلسطين. نحن الان تقريبا يعني قربنا ل 5000 شهيد. صحيح، يعني أنا حقيقة يعني شيء يندى له الجبين والله، شيء يعني محزن جدا، ولكن يعني ما يسلينا ويعزينا أن هؤلاء شهداء، والشهداء عند ربهم يرزقون. ويمكن هيك أكيد دايما ربنا ينصف المظلوم. طبعا اليوم كمان الأقوال الصحف العبرية بتقول أنه تقريبا 75% من الإسرائيليين المدنيين انقلبوا على نتنياهو ويعتبرون أنه هو من يتحمل مسؤولية. صح، ما وصلوا إليه. خذيها مني، نتنياهو في القريب العاجل إما يقتل وإما إلى السجن، ما في حل من اثنين، إما أن تكون نهايته السجن وإما نهايته الاغتيال. إما سيقتل من جماعته، مش منا، هلا إن شاء الله بيقدرنا وبيقتلوا جماعة الشباب اللي عندنا، بس إذا لم يقتل على أيدي المجاهدين سيقتل من جماعتهم، أو أنه سيكون مصيره السجن. لأنه حقيقة هو اللي ورط إسرائيل في هذه المعركة، هو اللي ورط العدو الإسرائيلي في هذه المعركة، فبالتالي سيدفع الثمن غاليا. وأنت بتعرف أنه أصلا حتى الجو الداخلي في إسرائيل جو جدا مضطرب. صحيح، نحن ما كنا عم نشوف المظاهرات اللي عم تحصل كان مش موضوع القضاء الإسرائيلي وما إلى ذلك. فبالتالي وحتى هيدي بمحملوا المسؤولية طبعا. طبعا 100%. فبالتالي هو الآن في وضع سيء جدا. لا أعمل لك، نحن منتصرين، نحن لسنا منهزمين، نحن بالعكس ولا منكسرين، نحن بإذن الله منتصرين، وهذه الدماء التي تسقط تزيدنا نصرا، كل ما بيسقط عندنا شهيد يزيد نصرا نصرا، وبالنهاية الدمار الله بيعود، وإن شاء الله بترجع بتعمر غزة وبيرجع بتعمر أي مكان يضرب، ما في إشكال، نحن منتصرين ولسنا منكسرين بإذن الله سبحانه وتعالى بإذن الله. كيف تقرأ الدور العربي وتحديدا اللي عم بتقوده قطر؟ يعني بلشت المساعدات، إفراج عن الرهينتين الأمريكيتين، وكمان أبدوا استعداد حماس بأنهم يسلموا كل الرهائن المدنيين وإسرائيل رفضت. كيف تقرأ هذا المشهد ككل؟ هو الدور القطري دائما، إذا أنت بتتابعي التحرك القطري، في عندنا نحن دولتين عربيتين عملهم التفاوض، عمان وقطر. قطر تشتغل على الخط اللي هون، خط التركي، خط الإيراني، الخط الفلسطيني، الخط الأمريكي، وفي عندك كان الخط العماني يعمل على الخط السعودي الإيراني في مكان ما، ودائما كان أكثر شيء مهتم بهذا الأمر. فقطر الآن تقوم بدورها المعروف، دور المفاوضات، عم بتحاول تفاوض، عم بتحاول يعني تكون صلة وصل ما بين العدو الإسرائيلي في مكان ما وما بين القوى المقاومة، لحتى تلاقي مخرج في مكان ما حتى تنهي هذه الحرب من خلال يعني وضعها. لا حقيقة قطر هي دولة صغيرة، يعني شو بدها تعمل يعني. فبالتالي ما تقوم به هو عبارة عن تحرك على مستوى المفاوضات، بس ما بدل إنه في قدروا يوصلوا لاتفاق ما تحت الطاولة. يعني ما عم يعلنوا أنه اتفقوا مع حماس، ولكن هذه الإشارات يبدو أنه مشي هذا الاتفاق، وبقيت الرهائن أكيد متمسكين بالرهائن العسكريين. حركة حماس، نحن بدنا نفرق في حماس الداخل وحماس الخارج. الحماس الداخل هي ما تقود المعركة، حتى ما نضحك على حالنا، في ثلاثة عم يقودوا المعركة داخل الأرض الفلسطينية، فهؤلاء الثلاث غير الإخوة اللي هن بالخارج طبعا. لا، في تنسيق في مكان ما، ولكن القرار الأخير والنهائي للثلاثة اللي بالداخل، محمد الضيف ومن معه، الله يثبتهم ويحفظهم ويسلمهم. فبالتالي أعتقد بأن المعركة ما انتهت بعد، وحتى المفاوضات لا تزال حتى في نقطة الصفر. هلا لا شك في مكان ما العدو الإسرائيلي عم يضغط، بكت لعله بيخلص من قصة موضوع أنه والله يدخل بالبر، أنه بيحت تحقيق انتصار بإرجاع الرهائن، هو بيعتبر حتى هذا انتصار. ولكن أعتقد بأن القرار ليس عند الإخوة في حماس الموجودين
بقطر، وحتى القطري يعني انا بقي بده يفاوض الداخل مش يفاوض الخارج. طيب، وعلى الرغم من قدره حماس وثباتها على الساحه العسكريه ضمن غزه، اليوم شفنا بالقمم العربيه وحتى القمه الاخيره من يفاوض هي منظمه التحرير الفلسطينيه. هل برايك حماس بتقبل بهذا الموضوع؟ يعني بالنهايه القوه الميدانيه هي من تتكلم بهذه المرحله، هل برايك نحن رايحين على مشكل كمان بهذا الموضوع؟ لا اعتقد، انا بقي حماس اكبر من هيك، واعتقد انه في مكان ما اذا كنا نحن الان توحدنا مع ما كان بيننا من خلاف نحن وحزب الله والفريق المقاوم، فمعقول الفلسطينيين يعني بهيك مرحله ما يتوحدوا؟ ما بعتقد، لا انا بعتقد بضل في مكان ما بتراعي حماس منظمه التحرير والقياده بمكان ما بتعطيها دور لحتى تمارسه. لا طبعا في مشكل، ما حدا بينكر في اشكال داخلي، ولكن اعتقد بانهم سيراعون ذلك، لانه الان مثل ما قلت لك الان وقت اللحمه والوحده. على كل المستويات، سواء المستوى السياسي او المستوى الاسلامي او المستوى النظره الى فلسطين، فبالتالي اعتقد بانهم اولى بهذه النظره. طيب، بعد عندي ثلاث اسئله لان كمان عم بيداهمني الوقت، بس عن جد بشكرك على هذه الحلقه، لان اللبنانيين ككل والعرب ككل كمان بحاجه ليسمعوا صوت العقل، وخصوصا بهيك معركه مصيريه. كيف تقرا موقف الحكومه اللبنانيه، الموقف الرسمي اللبناني، وهل ترى بانه ايضا داخل الحكومه اللبنانيه هناك انقسام حول هذه القضيه؟ إذا كانت الحكومة لم تجتمع في مثل هذه الظروف فمتى ستجتمع؟ يعني اليوم الرئيس ميقاتي دعا في أكثر من مرة لاجتماع، وين جماعة يعني التيار الوطني ومن معهم من هكذا اجتماع؟ نحن اليوم عم نمر بحرب، نحن اليوم دخلنا في الحرب، يعني حتى اللي عم يصير اليوم بمطار بيروت هو يعني مؤشرات انه الحرب بدات، وعم نحضر حالنا ونستعد في مكان ما. حتى وليد جنبلاط اعتقد باكثر من مره نادى بموضوع التحضير للجبل، لموضوع الاستقبال يعني من يعني قد ينزح الى الجبل. فبالتالي نحن في حرب، فاذا كنا بمستوى حرب وبعض اللي هن بيشتغلوا من نطاق يعني منطلق سياسي ضيق او لتفكير مصالحي ضيق، لسه الى الان ما عم يجتمعوا. فبالتالي موقف الحكومه ليس موقفا موحدا، فما فينا نطلب من الرئيس ميقاتي اكثر مما يقدمه نحن. طبعا هو بدنا اياه كموقف عربي يكون موقف متقدم اكثر من هيك لا شك، ولكن كموقف حكومي هذا اللي بيقدر عليه. يعني شو بيقدر يعمل اكثر من هيك الرئيس ميقاتي؟ وحتى عم يحاول هو في مكان ما يحضر الساحه او يحضر الارضيه اللبنانيه لاي يعني شيء قد يعني يحصل بشكل دراماتيكي او شكل مفاجئ. بس اذا في حال انطلقت الحرب رسميا بالجنوب اللبناني، هل برأيك الرئيس ميقاتي سيكون موقفه حاسم إلى جانب حزب الله والمقاومة؟ طبعا، لا طبعا يقينا، أنا ما بشك بالرئيس ميقاتي أنه إلا سيكون إلى جانب قضية فلسطين. ولن يكون إلا إلى جانب القضية الفلسطينية وإلى جانب من يقاتل ويقاوم العدو الإسرائيلي. لا، الرئيس ميقاتي رئيس عروبي ورئيس يعني وطني، منه إلا هيك. بس بدك تشوفي أنت الطرف الآخر، يعني هل سينكسر هذا الطرف، او بالمعنى يعني هيك يرضخ قليلا ويجي يقعد على رئيس ميقاتي يحكي هو اياه بقضيه لبنان لحتى نشوف كيف نواجه العدو الاسرائيلي؟ هون بدنا نشوف. طيب، حضرتكم كرجال دين سنه حكينا عن النائب السابق وليد جنبلاط انه عم بيحضر الخطه الاجتماعيه لاحتواء ما ممكن ان يحصل. حضرتكم عندكم خطه اجتماعيه بالمرحله المقبله عم تشتغلوا عليها، عم تجتمعوا؟ موقف سماحة مفتي الجمهورية الله يحفظه الشيخ عبد اللطيف دريان شيخنا ومرجعنا، وهو أصلا مرجع اللبنانيين جميعا، يعني ودار الفتوى هي مرجع للجميع، كان موقف متقدم جدا، ومن أول من أصدر بيانا يعني وبيان عالي النبرة في مواجهة العدو الإسرائيلي، وبأنه إلى جانب أهلنا في غزة وعملياتهم المباركة طوفان الأقصى. بالتالي نحن على الأرض كمشايخ عم نحاول كل واحد منا بمسجده بموقعه الديني أنه هو يتواصل مع الناس، يحاول أن يعني يوضح الصورة للناس، يحاول أن يعني يشد عصب الناس، لأنه طبعا يعني ما زلنا في البدايات، ولكن يعني إذا تطور الأمر كلنا سنكون على الأرض إن شاء الله، ما حدا منا حيقعد بالبيت. بسؤال أخير، حابة هيك وجدانيا حضرتك كرجل دين، ماذا توجه رسالة للسيد حسن نصر الله؟ ما يمكن أن تقول في هذه المرحلة؟ نحن على مشارف حرب كبرى، يمكن ليس فقط حضرتك بتقول لي ممكن تكون حرب عالمية ثالثة، يعني ماذا توجه هيك رسالة للسيد حسن نصر الله لتحقيق، إذا تحقق هذا الانتصار إن شاء الله، وما بعد تحقيق هذا الانتصار؟ لأن البعض يقول بأنه ما حققه حزب الله بال2006 زدته أو لبطه بسبعة أيار. ماذا يمكن أن تكون هذه المرحلة حاليا؟ أنا سأوجه رسالة لسماحة السيد حسن نصر الله قبل أن تنتهي المعركة، خلي رسالة بعد انتهاء المعركة لوقتها، لأنه أنا قلت أنه أنا عندي موقفي من حزب الله، وهذا موقفي موجود، وأنا بالنهاية أمثل طائفتي، ولكن أنا موقفي الآن أو رسالتي الآن إلى السيد نصر الله وإلى المقاومين الشرفاء
سواء كان في جنوب اللبناني أو إن كان في غزة في فلسطين في كل مكان يعني هناك شريف حتى ولو يرفع صوته أو يتكلم بكلمة في وجه إسرائيل أقول له أنا إلى جانبك ونحن يعني كتفنا إلى كتفك وأقول له لا تخشى في الله لومة لائم اضرب بيد من حديد ولا تنكسر ولا تفكر لحظة بما هو خلفك ما هو خلفك هو خلفك فلتنظر أمامك فلتواجه العدو بكل شجاعة وبكل صلابة وبكل إيمان وكل شريف ليس فقط كل مسلم كل شريف سواء كان مسيحي أم مسلم شيعي أم سني درزي كل الطوائف كل الشرفاء من كل الطوائف هم الآن خلفك في معركتك التي تقاوم فيها وتواجه فيها العدو الإسرائيلي فبالتالي أنا من هنا من عندك وبالختام يعني أوجه التحية لكل مقاوم أنا يعني أقبل جبين كل مقاوم الآن على جبهة فلسطين سواء كان في الجنوب اللبناني أو كان في غزة أو كان في أي أرض أو أي بقعة أقبل جبينه وأقول له روحي فداك وأنا يعني أتمنى أن أكون الآن إلى جانبي في هذه المعركة أن أحمل بندقيتي وأن أكون مقاتلا على ضرب فلسطين وأن ألقى الله شهيدا على هذا الضرب فأقول للشهداء هنيئا لكم الشهادة أقول لأهالي الشهداء بوركت يعني هذه الشهادة لكم هنيئا لكم أنه أصبح في بيتكم شهيد فلترفع رأسكم عاليا هذا الشهيد هو شفاعة لكم يوم القيامة فالشهيد يشفع لسبعين من أهل بيته يوم القيامة فأنا أهنئ هؤلاء الشهداء أهنئ أهلهم أشد على أيديهم أسأل الله أن يصبرهم ونقول لإخواننا في غزة وفي فلسطين نحن إلى جانبكم بكل ما أتينا من قوة بكلامنا بأرواحنا بأموالنا بأبنائنا تهون كل الصعاب نحو هذه القضية وفي طريق هذه القضية بدي أتشكرك كتير وبتشكر وطنيتك وصدقك بالكلام لأنه كلامك عم ينعكس كمان دمعة بعينك أنا بقدر كتير صدق كلامك وشكرا كتير لحضورك على أمل أنه فعليا يكون الموقف الوطني اللبناني متماسك جدا وإلى جانب مواجهة إسرائيل شكرا كتير لحضورك إمام جامع الإمام علي في بيروت طريق جديدة أهلا وسهلا فيك عن جديد والشكر الأكبر لكم مشاهدين على متابعة هذه الحلقة وإلى اللقاء وأشكر وطنيتك